بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 19 اللي هي nesting. nesting شنو؟ عملية تخصيص، يعني مثلا هذا الكلاس وبي باراجراف وهذا الكلاس بي باراجراف، يقول اسوي لي الباراجراف لونه كذا والخط مالته كذا، يعني بهذه السهولة. خلينا نشوف. طيب نفذ، طلعت لنا هاي المواصفات. هاي المواصفات هي مسوي لها برنامج، شلون منين ياخذ هاي المواصفات؟ خلينا نشوف. اول شيء يجي ياخذ مواصفة هذا الديف اي منه. شوف هذا الفونت سايز، يعني هذا سوى 40 هذا سوى 40، بس هذا مو 40 هذا مو 40، هو هذا النستد. نستد شنو؟ نستد شنو؟ قال الكونتينر اللي هو الكلاس الاول وهذا الكلاس الثاني اريد لونه كذا، يا هذا لونه وهذا لونه. طيب هنا ايش سوى؟ سوى جروبينج. الجروب بالجروب الكونتينر والبي قال هذه المواصفات مشتركه، يعني نفس الشيء اذا اخذنا هاي بالضبط، يعني اخذنا اي هاي اي هاي وسوينا لها كوبي وكوبي وخليناها هنا وخليناها هنا، يعني هي كانت بهالشكل. احنا لغيناها من هنا ومن هنا وحطيناها هنا، سوينا جروب ويا النستنج. طيب هذا ليش ما يشتغل؟ هذا مو دا يقول احنا هنا هاي اللغه اخر خط او اخر يعاز هو اللي ينفذ. ليش ما نفذ هذا 40 وهذا 40 واحنا قايلين له هنا 40 و40؟ او ليش ما نفذ هذا البي اذا نفتحه ايضا ما راح ينفذه؟ ليش ما ينفذه؟ لانه سوينا نستنج، يعني خصصنا قلنا له سوينا هذا الخط كذا، هذا اللون كذا. وايضا نجي ننفذ هذا، لازم نلغي، نقدر نلغي هذا وننفذ ايضا المفروض نفس النتيجه من لغه.